سؤال وجودك سيد الوزير، تتمنى الجماهير الرياضيه يعني وقتاش تنطلق البطوله وقتاش ترجع البطوله بالجماهير ويترفع الظروف الامنيه الملائمه؟ كلمه منك سيد الوزير. البطوله باش ترجع يوم 15 ان شاء الله، والجماهير بعد ثلاث مباريات، وهذا معناتها داخليه شمعوا في الوزاره هما وزاره الشباب والرياضه والجامعه، وقرروا بعد ثلاث مباريات ويامن الملاعب 30 و 40 مباراه. عطاو نعطيهم راحة ثلاثة أسابيع يبداو بلا جمهور، ومن بعد نرجعو للجمهور كرة ربي إن شاء الله. احنا عطينا في البلاي أوف 25 ألف خرجوا الفريق، هذا جاي صحيح أن الجمهور هام جدا وصعيب، لكن ما نعملوش إلا أن الكورة ما تتقدم إلا برجوع الجمهور والإمكانيات الفريق تتحسن إلا برجوع الجمهور. فما بعض الجمعيات تلحق تلعب يلعبوا ويكلوا ونعرفوا تلحق تلعب يلعبوا ويكلوا اربع خمس جمعيات تلقى 100 200 ما تفرجش. يعني ما ثماش نمبر اللي ميتي سيدي الوزير باش ترجع ديما قبل الثوره. لوكال ديما لوكال هذه اختلاط الجماهير ما عادش يحبوها. هذه يجي جمهور سبيرونس وكلوب 50000 متفرج، ومن الصباح تلقى البوليس هاو جماعه وجماعه الترجي منا وتعب وضرب مضروب قبل الملعب، ديجا تشنج الاعصاب قبل المباراه وفي المباراه وبعد المباراه. هذه لكن تطفي نكهه سيد الوزير في المباراه كما في برشلونه وكما في فرنسا وكما في ايطاليا وكما في الجماهير كلها. هذا هو اللي عنده قدره باش الجمهور نتاعو يجي 40 50 هذا بينا احنا. يعطيك الصحه سيد الوزير.